عطيل. إن مسرحية عطيل هي فاجعة تدخل في نطاق المأساة من خلال براعة تصوير الشخصيات بها وروعة شعرها. وتدور القصة حول رجل نبيل بريء قوي الشكيمة يدع عقله تسممه نيران الغيرة، حتى يصل الأمر في النهاية إلى أن يدمر من يحب، ثم يفيق من جنونه ليدمر نفسه. وتعتبر المسرحية كذلك دراسة للشر، حيث يستمتع المحرض عليه وهو إياجو بما يفعله ويستمر في نسج خيوط مخططة جهنمي بنفس العناية الشديدة التي يقوم بها فنان مرسل من الجحيم. تبدأ المسرحية في شوارع فينيسيا في الليل، حيث تدور محادثة بين إياجو ورجل مهذب أحمق يدعى رودريجو. إن إياجو الذي يعمل كجندي يوضح في البداية أسباب كراهيته الشديدة لقائده الجنرال عطيل. إن عطيل مغربي، وقد ظن إياجو أنه سيختار لمنصب مساعده، ولكن بدلا من ذلك يقع اختياره على جندي غير محنك نسبيا يدعى مايكل كاسيو، ولذا أصبح إياجو فقط حامل لواء الجنرال. يعترف إياجو بصراحة بأنه مستمر في خدمة المغربي بسبب أنه يخطط للانتقام، حيث يقول: إني أتبعه لأحصل على ثأري منه. إن طريق هذا الثأر قد تم رسمه بالفعل في خياله، نظرا لأن عطيل قد تزوج سرا في تلك الليلة من فتاة أرستقراطية جميلة من فينيسيا تدعى ديدمونة. وإياجو متأكد إلى حد ما أنه يستطيع أن يفسد عليه بهجته. إن رودريجر يحب ديدمونة، ولذا فإنه على استعداد أن يفعل أي شيء لإفساد هذه الزيجة. وهكذا يجده إياجو معين جدا معين جد جيد على تنفيذ مخططاته الجهنمية. وأول خطوة تكمن في إثارة والد ديدمونة بالصياح أسفل نافذته بأن رجل أسود قد سرق ابنته. ونظرا لأن والده عضو في مجلس الشيوخ في فينيسيا، فإن رودريجو يأمل إلى حد ما أن يستطيع أن يبطل هذه الزيجة. ولكن إياجو يعرف أكثر، حيث أن عطيل قائد جيش ماهر للغاية، لدرجة أن مجلس الشيوخ في حاجة إلى مساعدته في الحروب ضد الأتراك، ولذا لن يجرؤوا على معاقبته. ومن الضروري لمخطط إياجو أن ينبغي أن يظل هو نفسه في مخيلة عطيل صديق وفي ومخلص بالرغم من كراهيته له، حيث يقول: رغم أني أكرهه مثل عذاب الجحيم. لذا يتسلل في الليل تاركا رودريجو يتعامل مع والد ديدمونة الذي يخرج من منزله منتحبا. إن ابنته الوحيدة قد هربت مع رجل أسود أكبر بكثير منه، ويبدو أن هناك تعويذة سحرية ما قد سلطت عليها وجعلتها تفعل أي شيء مهما كان غير طبيعي. إنه يبحث عن عطيل حتى يجده في الشارع في الليل، ثم يندفع متهما إياه قائلا: أيها اللص الشرير، أين ذهبت بابنتي؟ إنك ملعون وقد سحرتها. ويشرح له عطيل بدماسة أخلاقه ووقار شديدين كيف أنه لا يستطيع أن يذهب معه إلى السجن، لأنه الآن في طريقه إلى قاعة مجلس الشيوخ. ويسمع عضو مجلس الشيوخ العجوز لأول مرة كيف أن دوق فينيسيا قد دعا إلى اجتماع، لذا يذهب على الفور ليقدم قضية ضد زوج ابنته. إن الدوق والمجلس منزعجون من الشائعات التي تدور حول تخطيط الأسطول التركي لمهاجمة جزيرة قبرص، وهم يناقشون إرسال عطيل إلى هناك للدفاع عنها عندما يتهمه والد ديدمونة بممارسة أعمال السحر. ويطلب عطيل إحضار زوجته، وبينما كان المجلس في انتظار حضورها يصف لهم عطيل كيف تزوجها. لقد أخبرها بقصص عن مغامراته وكيف تم بيعه في أسواق الرق، وتنقله عبر صحاري غريبة وجبال شاهقة وكل الأهوال الأخرى التي قاساها، حيث يقول: إنها أحبتني للأخطار التي لاقيتها، وإني أحببتها لأنها أشفقت علي منها. هذا هو السحر الذي استعملته. وتدخل ديدمونة لتقف أمام المجلس وتختال بين والدها وزوجها. لقد تمت تربيتها بعناية لتكون زوجة مناسبة لأي رجل مهذب من فينيسيا، ولكن كل رقتها وحبها قد عادلها رقة وحب عطيل، ولذا لا يهم إذا كان هو رجل أكبر منها ومن جنس غريب عنها. وعندما يطلبون منها أن تحدد الرجل الذي تعتبره المسؤول عنها الآن، فإنها لا تشير إلى والدها الذي كان له دائما عليها حق الطاعة، ولكن تشير إلى الرجل الذي تزوجته تلك الليلة. ويعترف والدها بالهزيمة، حيث لم يعد بوسعه أن يفعل أي شيء آخر، ولذا يتحول الحديث إلى أمور الدولة.
يعهد الدوق بمسؤولية الدفاع عن قبرص إلى عطيل، كما أنه يرحب بمنح ديدمونة الإذن بمرافقة زوجها إلى هناك، ولكن على عطيل أن يبحر في الحال، لذا يضع زوجته تحت رعاية إياجو الذي سيلحق به فيما بعد. إذ عطيل يثق ثقة شديدة بحامل لوائه، حيث يقول عنه إنه رجل أمين ومحل ثقة. ينفض المجلس ويغادر الجميع القاعة فيما عدا إياجو ورودريجو المنبوذ، نظرا لأن ديدمونة قد ضاعت من بين يديه، فإن رودريجو على استعداد أن يذهب ويغرق نفسه، ولكن إياجو يسخر منه قائلا: تغرق نفسك، تغرق قطط وعرائس عمياء. إنه يؤكد لرودريجو أن مثل هذا الزواج الغير طبيعي بين همجي وفتاة أرستقراطية من فينيسيا لن يستمر أبدا، وبمجرد أن يصبح بمفرده يضع المخططات لتدميره. إن إياجو يريد أن يدعو مايكل كاسيو كذلك، حيث أنه الرجل الذي حل محله في منصب مساعد الجنرال، وترد إلى ذهنه خطة رائعة تقوم على ثقة عطيل به، حيث يقول إن المغربي ذو طبيعة حرة وطليقة، بالإضافة إلى حب عطيل له، حيث يقول: لقد وجدتها أنها تولد في ذهني الآن، سوف تلد جهنم والليل، الهول الذي سيطفئ ضياء هذا العالم. إن إياجو يتسلل بشره بشكل تدريجي لا يتوقف، حتى ينجح في تدمير هذا الزواج الكامل القائم على الحب. ينتقل المشهد إلى قبرص، حيث ينتظر حاكمها بتلهف الأنباء القادمة من البحر. هناك شائعة يثبت بعد ذلك صدقها، أن الأسطول التركي قد تم تدميره في عاصفة شديدة، ولكن هناك مخاوف من أن تكون سفينة عطيل قد تم تدميرها كذلك. وتعلن طلقات المدافع عن وصول سفينة من فينيسيا، وتهبط ديدمونة على الشاطئ مع إياجو وزوجته إيميليا التي تعمل كوصيفة لها. إن كل أفكار ديدمونة تتركز حول البحر الهائج الذي يهدد سلامة زوجها، ولكنها كانت مدربة بوصفها ابنة عضو مجلس الشيوخ على إخفاء مشاعرها، لذا تقضي الوقت في المزاح مع إياجو، كما أنها تشرك كاسيو في الحديث نظرا لأنه من الأصدقاء المقربين لزوجها، ويراقبه إياجو بنشوة شديدة وهو يمسك بيد ديدمونة تحية لها. إن مخطط إياجو يعتمد على جعل عطيل يظن أن زوجته وكاسيو على علاقة غرامية ببعضهما البعض، وأن المجاملات الطبيعية الصغيرة التي تجري بينهما هي كلها خيوط تساعده على نسج مخططه الدنيء. تدوي الأبواق معلنة وصول عطيل بسلام الذي يهبط إلى الشاطئ ويحتضن زوجته قائلا: يا مهجة روحي، إذا كانت مثل هذه الراحة تأتي بعد كل عاصفة فلترتهب الرياح حتى تنقذ الموت. ويعلن عطيل عن إقامة الحفلات والمهرجانات بمناسبة زفافه، ويترك مساعده كاسيو في قيادة الحرس المنوط به حفظ النظام أثناء تلك الاحتفالات. يصل إياجو إلى كاسيو في المساء ويقترح عليه أن يحتسي الخمر معا كأصدقاء على شرف عطيل، لأنه يريد لكاسيو أن يسمل تماما حتى يستطيع رودريجو أن يتعارك معه. ويرفض كاسيو العرض بأدب قائلا: ليس الليلة يا إياجو الطيب، فليست لدي الرغبة في احتساء الخمر. أما إياجو فيحسه برقة شديدة قائلا: ماذا يا رجل، إنها ليلة الاحتفالات. إده يعني ضمنيا أن أي رجل يرفض أن يشرب كأس أو اثنين من الخمر ليس برجل على الإطلاق، وفي النهاية يرضخ كاسيو. إذا كاسيو كان صادق بشأن عدم رغبته في احتساء الخمر، إنه يصبح في أول الأمر عاطفي ثم متدين، ثم يعتريه السخط الشديد ويظل يسرسر كثيرا، حيث يقول: لا تظنوا أيها السادة المهذبون إني سمل، هذه هي يدي اليمنى وهذه هي اليسرى، أنا لست سمل الآن، إني أستطيع أن أقف متزنا بما فيه الكفاية وأن أتكلم بما فيه الكفاية. ويؤكدون له جميعا أنه ليس سمل بالتأكيد، ويأخذ هو في التجوال وهو مرتبك ومتوتر، مما يجعل رودريجو ينجح في إثارة سخطه، ويحاول حاكم الجزيرة السابق أن يمنعهما من التعارك، ولكنهم يتقاتلان، ولسوء حظ كاسيو يصيب رودريجو إصابة بسيطة، وينجح إياجو في خلق جو من الفوضى والبلبلة، بينما يتظاهر بأنه يحاول فض القتال. وعندما يصل عطيل يجد نفسه في مواجهة مشاجرة همجية، التي على قدر ما يكتشف من أحداثها هي بكاملها نتاج خطأ
كاسيو، حيث يقول كاسيو: لقد أحببتك ولكنك لن تعود ضابط مساعد لي بعد الآن. ويطلق الجميع كاسيو بلا مواساة، أما إياجو فيشير عليه أنه يمكن أن يعود لسابق عزوته عند عطيل إذا تدخلت ديدمونة من أجله. إن الجنرال عطيل يحب زوجته بشدة لدرجة أنه لا يستطيع أن يرفض لها طلبا، وديدمونة نفسها على استعداد دائما لمساعدة أي إنسان، حيث يقول أنها ذات طبيعة حرة وطريقة وماهرة ومباركة للغاية، لدرجة أنها تعتبر عدم فعلها لأكثر مما هو مطلوب منها بمثابة عيب في صلاحها وتقواها. ويقرر كاسيو أن يطلب مساعدة ديدمونة في الصباح التالي، ويخطط إياجو أن يبدو لعطيل أن ديدمونة تتوسل من أجل عشيقها، حيث يقول: سوف أحاول فضيلتها إلى اسم وأجعل من صلاحها شرك يقعون فيه جميعا. وفي الصباح المبكر يذهب كاسيو إلى القلعة ويطلب رؤية ديدمونة، وتوافق ديدمونة على الفور على محاولة إقناع زوجها بأن يعيد كاسيو إلى وظيفته السابقة. وبينما هم يتحدثان يدخل عطيل وإياجو على مبعدة منهما. يأخذ إياجو في تمثيل دور الصديق الوفي القلق على صديقه، ويقوم بعمل إشارة بسيطة تعبر عن عدم الارتياح عندما يراهما معا. ويلتفت إلي عطيل متسائلا: ماذا تقول؟ ويقول إياجو: لا شيء يا سيدي، أنا لا أدري ما الذي انتابني. ويسأل عطيل: أليس هذا كاسيو الذي يغادر المكان بعد ملاقات زوجتي؟ ورد إياجو: كاسيو يا سيدي، كلا بالتأكيد أنا لا أظن ذلك، إنه يتسلل هكذا بشكل آسم عندما يراك قادما. وهذه هي أول قطرة سم، وهي جرعة صغيرة ولكن مقدمة بشكل رقيق. وتذهب ديدمونة إليها لعرض قضية كاسيو، لأنه في رأيها رجل صالح وجدير بأن يعود إلى منصبه السابق في خدمة زوجها. وتدافع ديدمونة عن كاسيو بحماس شديد حتى يرضخ عطيل لمطالبها في النهاية، حيث يقول لها: إني لن أتردد في الاستجابة لأي شيء تطلبيه. لقد أصبح الموقف الآن في الوضع الذي أراده إياجو بالضبط، لذا يبدأ في استغلاله بمجرد أن تغادر ديدمونة الغرفة، حيث يسأل عطيل بنغمة عطوفة ومنزعجة عن إذا ما كان كاسيو يعرف ديدمونة قبل الزواج، ويرد عطيل بالإيجاب، كما يشير إلى أنه فعليا كان وسيط بينهما. ويصبح إياجو أكثر انزعاجا، معطيا صورة للصديق المتردد في عناد، ولكنه على وشك كشف ما يكون للزوج الحق في معرفته. وتحت إلحاح عطيل وضغطه وبإظهار الأسف والندم الشديد، يمثل إياجو أنه قد تم إجباره على كشف السر، وهو أنه يشك في أن كاسيو وديدمونة على علاقة غرامية ببعضهما البعض. إن حبه الشديد لعطيل يجعله يكشف مثل هذا السر، حيث يقول له: إني أستحق اللوم الشديد، وأتوسل إليك بشدة أن تغفر لي حبي الشديد لك. إن هناك شيئان يساعدان إياجو في عملية الحقن البطيء والرقيق لسمومه في ذهن عطيل. الأول هو أنه صديق قديم وعزيز، ولذا فعطيل كان يثق به دائما. والثاني أن كل واحد وحتى عطيل نفسه يدرك أن زواجه مخاطرة من الناحية الدنيوية التي تنبع من الخبرة بالحياة والناس، فلا شيء يوثق عرى هذا الزواج سوى حب ديدمونة له. ويبدو أنه لا يوجد سبب يبرر حقيقة أنه ينبغي عليها أن تحب رجل أسود أكبر منها سنا، بينما هناك شاب وسيم مثل كاسيو يمكن الوصول إليه بسهولة. كما أنه قبل أن يغادر فينيسيا متوجهين إلى قبرص، أعطى والد ديدمونة زوج ابنته الجديد تحذيرا، حيث قال له: انظر إليها أيها المغربي، إذا كانت لديك عينان تبصران، لقد خدعت والدها ومن الممكن أن تخدعك أنت كذلك. ويفعل إياجو نفس الشيء الآن عندما يقول لعطيل: لقد خدعت والدها بالفعل عندما تزوجتك. إن عطيل يعرف القليل حقيقة عن زوجته الشابة، ويتركز كل ما يعرفه حول أنه يحبها بعاطفة متقدة لا حول لها ولا قوة وبلا أمل في نفس الوقت، ولذا فإن كلمات إياجو قد ملأت نفسه رعبا. تدخل ديدمونة لتذكر زوجها أن هذا وقت العشاء، ويحاول عطيل التملص من اليأس
المسيطر على أفكاره، حيث يقول لنفسه أنا لن أصدق ذلك، ولكن في نفس الوقت فهو غير قادر على التصرف بشكل طبيعي. وتصاب ديدمونة بالانزعاج على الفور، حيث تسأله ألست بخير، ويرد عطيل بأنه لديه ألم في جبهته، مما يجعلها تضمد جبهته بمنديل صغير معها. وبينما هي تقوم بذلك يقع المنديل بينهما على الأرض. إنه منديل حرير مطرز بثمار الفراولة، وهو أول هدية أعطاها لها، وقد اعتادت أن تقبل ذلك المنديل وتتحدث إليه عندما يكون غائبا. حاول إياجو لبعض الوقت أن يقنع زوجته بسرقة ذلك المنديل من سيدتها، وعندما تجده إيميليا ملقى على الأرض منسيا في زحمة قلق ديمونة على زوجها، تلتقطه وتعطيه لإياجو، حيث أنه سيحتاج إليه في أمر ما. إن إياجو يخطط لإلقائه في مكان ما في مسكن كاسيو، حيث يكون من المؤكد أن يجد ذلك الشاب البريء هناك. يدخل إياجو وينظر بسعادة إلى ما اقترفته يداه. إن عطيل لن يغلبه النوم بعد الآن حتى بمساعدة العقاقير، حيث يقول إياجو ولا الخشخاش ولا نبات البيروح ولا حتى كل العقاقير المنورة وما في العالم سوف تداويك وتجعلك تخلد للنوم اللذيذ الذي كنت تستمتع به بالأمس القريب. إن الشك هو أكثر شيء يعذب عطيل. إنه يتمنى فقط لو كان لديه دليل واضح على خيانة ديدمونة، فعندئذ على الأقل سيكون عذابه أمر محسوم، ولكنه غير متأكد من هذا الأمر. وإياجو يراه مهتزا، لذا يبدأ في غزل سلسلة من الأكاذيب الصارخة له، حيث يصف له كيف أنه سمع كاسيو يتحدث أثناء نومه وهو يعاود معايشة مشهد غرامي مع ديدمونة. وقليلا قليلا يصنع إياجو أكذوبة هائلة تظل تتعاظم وتتكاثف أمام أعين عطيل حتى تصبح أكثر واقعية من الواقع نفسه، ويصرخ إياجو عليها اللعنة، عليها اللعنة، ويقسم على أن يساعد الزوج المظلوم مساعدة لا مثيل لها في سبيل كشف حقيقة الزوجة الخائنة، حتى لو أدى الأمر إلى أن يلقي كاسيو حتفه وعطيل بدوره يعطيه المنصب الذي كانت نفسه تتوق إليه، حيث يقول له أنت الآن مساعدي. إن ديدمونة ما زالت على الوعد الذي أعطته لكاسيو بأن تنصفه أمام زوجها، لذا ترسل له رسالة تشجعه، حيث تقول للرسول اخبره إني قد استطعت أن أستميل زوجي وسيدي إلى صفه، ولذا أأمل أن يكون كل شيء على ما يرام قريبا. ولكن ما يزعج ديدمونة بشكل رئيسي هو فقدانها لمنديلها، وهي حتى يعتريها القلق بشكل متزايد عندما يطلب منها عطيل أن تعيره إياه وتخبره أنها لا تدري أين يوجد في وسط حاجياتها الآن. وينتاب زوجها عنف شديد للغاية، لدرجة أنها تخشى أن تخبره أنها فقدته. وتحاول ديدمونة أن تتحدث عن كاسيو، ولكن كل ما يستطيع أن يفعله عطيل هو أن يصبح متسائلا المنديل، مدركا أنه مع كاسيو ومقتنعا بأنها قد أعطته إياه. ويخبر عطيل زوجته بأن هذا المنديل به تعويذ سحرية، وأن المرآة التي تفقده سوف تفقد حب زوجها كذلك. وديدمونة لا يسعها إلا أن تصدق ذلك، حيث يعتريها القلق الشديد. يحضر كاسيو ليطمئن إلى أي مدى صارت مظلمته، وديدمونة تجد نفسها مضطرة أن تعترف بأنها لم تكن موفقة في الدفاع عنه. إنها هي نفسها لم تعد ذات حظوة لدى عطيل، ولا تدري ما السبب وراء ذلك. ونظرا لأنها ابنة عضو في مجلس الشيوخ ومعتادة على أمور الدولة، فهي تميل إلى الظن بأن هناك مشكلة سياسية ما تزعج زوجها. أما إيميليا وصفتها فهي إنسانة واقعية عملية، وتظن أن مشكلة عطيل هي الغيرة، ولكن ديدمونة واثقة من أن ذلك مستحيل، حيث تقول إن زوجي المغربي النبيل سليم التفكير وليس لديه مثل تلك الدناءات التي تعتري المخلوقات الغيورة. وأكثر من ذلك فديدمونة تعتقد أنها لم تعطي عطيل أي مبرر قط ليكون غيور، وتعلق إيميليا بأن الغيرة تكون بلا سبب، حيث أنها وحش يتغذى على نفسه. أما ديدمونة فيزداد انزعاجها وتد
وتتلو دعاء قائلة: أيتها السماوات فلتبعدي هذا الوحش عن فكر عطيل. ولكن ذلك الدعاء يأتي متأخرا للغاية، لقد أصبح الوحش موجود بالفعل. ولكن ذلك الدعاء يأتي متأخرا للغاية، لقد أصبح الوحش موجود بالفعل، يتغذى على نفسه ويغرق فكر الشخص المعذب الذي يستضيفه بسمومه، وفي نفس الوقت فإن إياجو هناك دائما، حيث يبدو منتبها ومتعاطف وودود تجاه عطيل، حتى يجعل ألمه يزداد سوءا، وعن طريق حيلة يجعل إياجو عطيل يظن أن كاسيو يتحدث عن ديدمونة، بينما هو في الحقيقة يشير إلى إحدى نساء الشوارع، وفي النهاية يصبح عذاب عطيل هائل لدرجة أن الشفقة لا يمكنها أن تتسلل إلى قلبه، حيث يقول: لقد تحول قلبي إلى حجر أصم، حيث أضربه ويوجع يدي. لقد وصل عطيل إلى قرار في النهاية، وهو أن ديدمونة يجب أن تموت، ثم يدع عقله يتذكر رقتها وعذوبتها، ويعذب نفسه بالتفكير في كل ذلك، ولكن كل ذلك لا يغير من قراره. سوف يخنقها تلك الليلة في فراشها، ويصيح قائلا: ولكن مع تلك الشفقة من هذا الأمر يا إياجو، آه يا إياجو، الشفقة من هذا الأمر يا إياجو. يصل رسول من فينيسيا ويصاب بالصدمة عندما يعرف وجود خلاف بين عطيل وديدمونة، وتأمل ديدمونة أن يستطيع هذا الرجل المهذب القادم من فينيسيا أن يداوي هذا الخلاف، حيث أنها هي نفسها لا تستطيع أن تفعل أي شيء. ويجعل الرسول أيضا أوامر باستدعاء عطيل إلى فينيسيا مع تولي كاسيو مسؤولية حكم الجزيرة، وتعلق ديدمونة ببراءتها ببراءة أنها سعيدة أن تسمع ذلك، ولكن عطيل لا يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك، لذا يقوم بضربها. ويرتعد الرسول القادم من فينيسيا من هول الأمر الذي لا يمكن تصديقه. أما بالنسبة لديدمونة فإن لديها إجابة واحدة على وحشية زوجها، وهي: إني لا أستحق ذلك. وعندما يصبح الرسول القادم من فينيسيا بمفرده مع إياجو يبحث عن تفسير، حيث يسأله قائلا: هل هذا هو المغربي النبيل الذي قام مجلس شيوخنا بأكمله لتركيبه بالرجل ذو الكفاءة الشديدة؟ هل هذه هي الطبيعة التي لا يمكن أن تهزها العاطفة؟ ويتسم إياجو في أعماقه لما أحدثه من دمار، ويتفق بشكل يملأه الوقار والجدية مع الرسول في أن هناك شيء ما بالفعل يبدو خطأ، حيث يقول له: لقد تغير عطيل كثيرا. يحاول عطيل أن يجبر وصيفة زوجته على الاعتراف بأن ديدمونة وكاسيو عشيقان، ولكن إيميليا تظل رابطة الجيش في إنكارها لذلك. ثم يرسل عطيل في طلب ديدمونة نفسها، ويحاول إجبارها على نفس الاعتراف. إن عطيل لم يحدد اسم كاسيو صراحة كعشيق لها، ولكن ديدمونة ما زالت تسيطر عليها فكرة أن زوجها تشغله مشكلة سياسية، وربما يكون استدعائه إلى فينيسيا قد أغضبه، وهو يشعر أن والده له علاقة ما بالأمر، حيث تقول له: إذا كنت بالمصادقة إذا كنت بالمصادفة تشك في أن والدي كان المحرك لاستدعائك، فلا تلقي باللوم علي، فإذا كنت قد فقدته فلماذا تفقدني أنا الأخرى؟ إنها متأكدة من براءتها، ولكنها لم تكن تدرك حجم التهمة التي يوجهها لها عطيل إلا عندما أخذ يفحش لها في القول صراحة، وحتى حينئذ لم يكن بوسعها فعل أي شيء سوى أن تنكر تلك التهمة الشنيعة بكل عدم الخبرة الذي تتميز به براءتها الطفولية في وجه آذان صماء. وتعود إيميليا لتجد سيدتها في حالة من التشويش والارتباك بين النوم واليقظة، إنها مثل الطفل الذي أخذ الكبار يضربونه حتى فقد وعيه، ولوقت طويل لا تستطيع أن تستجمع شتات نفسها، ثم تقرر أن ترسل إياجو ليطلب من زوجها أن يسامحها على أي شيء أغضبه منها مهما كان حجمه، حيث تقول له: يا إياجو الطيب، ماذا أفعل لأستعيد زوجي ثانية؟ ويؤكد لها إياجو أن أمر سياسي ما يزعج عطيل، وأنه سينتهي منه قريبا، حيث يقول لها: اذهبي الآن ولا تبكي، لأن كل شيء سوف يصبح على ما يرام. وعندما تغادر الغرفة فيرسل رودريجو ليقتل كاسيو، إن رودريجو على استعداد لفعل أي شيء كي يفوز بديدمونة لنفسه، لذا يذهب في الحال مطيعا لطلب إياجو. يحل الليل، وتؤوي ديدمونة إلى فراشها بصحبة عطيل الذي يأمر وصيفتها أن تتركها. إن إيميليا ترفض بشدة أن تترك سيدتها بمفردها، ولكن ديدمونة تصر على ذلك، وتقول لها: لا يجب علينا الآن أن نسير استياءه،
وقبل أن تذهب إيميليا تضع على الفراش الأغطية التي استعملوها ليلة الزفاف، ثم تساعد سيدتها في تغيير ملابسها. أما ديدامونا فتشعر بالحيرة، ورغم أنها ليست متيقظة تماما إلا أنها لا تستطيع التفكير بذهن صافي. ويخطر على بالها أغنية قديمة كانت تغنيها إحدى وصيفات والدتها التي فقدت حبيبها وماتت، حيث تقول عنها: إن تلك الأغنية الليلة لا تفارق ذهني، رغم أني عندي الكثير لأفعله بخلاف أن أسرح بخيالي وأغنيها مثل بالبارة المسكينة. وتظل تردد الأغنية لنفسها بينما تساعدها وصيفتها في خلع ملابسها، ولكنها تسمع صوت على الباب فتقول للوصيفة: اسمعي، من يترك الباب؟ ولم يكن سوى الريح، مما يجعل ديدمونة تستمر في ترديد الأغنية. إنها لا تستطيع أن تمنع نفسها من التفكير في التهمة التي وجهها لها زوجها، بالرغم من أنه يبدو لا استحالة أن تفعل أي امرأة مثل هذا العمل الشنيع. أما إيميليا فتقول لها بسخرية: إنه من الممكن تماما أن يحدث ذلك، كما أنه أحيانا له ما يبرره بالنظر إلى الطريقة التي يعامل بها معظم الرجال زوجاتهم. ولكن ديدمونة لا تصدق ذلك، وتذهب لتنام كالأطفال، وبغوارها مصباح مضيء. وفي الخارج في الشارع كان رودريجو يكمن مختبئا، مشهرا سيفه ومنتظرا مرور كاسيو. إن طعنته السريعة لا تخترق معطف كاسيو الثقيل، مما يجعل إياجو يتدخل ويضربه. يجرح إياجو كاسيو في ساقه ويجع كاسيو، مما يجعل عطيل يعتقد أنه مات، ولم يبقى شيء سوى أن يؤدي دوره في عملية الانتقام. لذا يعود إلى قلعته وغرفة نومه. يقف عطيل لفترة طويلة بجوار الفراش الذي تركض فيه زوجته نائمة، يحملق فيها، يتنازعه حبه له وعذابه منها في آن واحد، وفي النهاية لا يستطيع أن يمنع نفسه من تقبيلها، مما يجعل ديدمونة تستيقظ متسائلة: ألن تؤوي إلى فراشك يا سيدي؟ لقد امتدت روح أوتيل المعذبة إلى أقصى أفق لها، حيث سيرتكب عمل لن يفزع منه جسدها، وقد قرر كذلك أنه لن يؤذي روحها. يجب أن يعطيها وقتا لتتلو صلواتها قبل أن يقتلها، وقد أخبرها بذلك. إن ديدمون المذعورة تحاول أن تحمي نفسها بما لديها من مهارة قليلة، وتكافح لكي تجعله يدرك أنها بريئة، ولكنها تتحدث إلى رجل مجنون لا يصغى إليها. ثم تعلم بعد ذلك أن كاسيو قد قتل، ولا يوجد أحد يمكن أن يشهد دفاعا عنها. لذا تترك أسلحتها العاجزة وتتوسل من أجل الوقت فقط، قائلة: اقتلني غدا، دعني أعيش الليلة. ولا يجرؤ عطيل على الانتظار، فربما يستيقظ ضميره، لذا لا يدعها حتى تأخذ الوقت الذي وعدها به لتتلو صلواتها. وينطق عطيل الجملة الفظيعة الفاصلة: لم يعد هناك في الوقت بقية، ثم يكتم أنفاسها. هناك ضجة في الخارج، حيث تنادي إيميليا من خارج الباب، بينما يواصل عطيل ضغطه على أنفاس ديدمونة ويقول: ما هذه الضجة؟ لم تموت بعد، لم تموت تماما بعد. أنا القاسي ورغم ذلك رحيم، لأني لم أدعك تشعرين بالألم ببطء. هكذا هكذا. ثم يسحب ستائر الفراش ليخفي ما فعله، وتدخل إيميليا لتقول أن كاسيو لم يتم قتله، ولكنه جرح فقط. هناك صوت ضعيف صادر من الفراش، وتجد إيميليا سيدتها تحتضر وتكاد تغيب عن العالم. تصاب الوصيفة باحتياج شديد، وتحاول أن تعرف الذي ارتكب تلك الجريمة، ولكن ديدمونة ما زال بها بعض القوة التي تجعلها تحمي زوجها، قائلة: لا أحد، أنا فعلتها بنفسي. الوداع. وفي نوبة عارمة من الحزن والسخط تلتفت إيميليا إلى عطيل الذي يعترف بأنه فعل ذلك، ويحاول أن يشرح الأسباب التي دفعته إلى هذا، بينما تقوم هي بتفديدها. ثم يحاول عطيل أن يهددها، ولكن لا أحد يستطيع الآن أن يخيف إيميليا، حيث تقول: لم يعد لديك القوة لكي تؤذيني كما يجب. أيها الغر الأبلة الجاهل كالقاذورات، لقد ارتكبت عملا شنيعا، إني لا أهتم بسيفك وسأجعلك تعرف. رغم ذلك إني قد فقدت 20 حياة. وتجلب صرخاتها الجميع إلى داخل الغرفة. ثم يحاول زوجها إياجو أن يخلصها قائلا: تعالي على رأسك، بينما تنجح هي في إخبار عطيل بمن جعلها تسرق المنديل. ثم يوقفها إياجو بطعنة سكين، وتموت إيميليا وهي تتذكر آخر أغنية
الثانية سمعت سيدتها تغنيها وتقول لعطيل: لقد أحبتك أيها المغربي القاسي. يتم الاستيلاء على سيف عطيل، ولكن هناك سيف آخر مخبأ في الغرفة. لقد كان عطيل دائما يشعر بالأمان والثقة طالما هناك سلاح في يده، ولكنه الآن فقد أي إحساس بتوازنه، حيث يتساءل أين ينبغي لعطيل أن يذهب. فلم يعد بحاجة إلى أن ينتظر الذهاب إلى الجحيم، لأنه به الآن، وحتى محاولته، ولكنه الآن فقد أي إحساس بتوازنه، حيث يتساءل أين ينبغي لعطيل أن يذهب. فلم يعد بحاجة إلى أن ينتظر الذهاب إلى الجحيم، لأنه به الآن، وحتى محاولته لقتل إياجو هي محاولة فاترة، حيث يقول له: سأتركك تعيش، لأنه في اعتقادي من دواعي سروري أن أموت. ويطلب عطيل السماح من كاسيو المظلوم الذي يمنحه إياه عن طيب خاطر، ثم يسترد عطيل في النهاية وقاره وسيطرته على نفسه الطبيعيين، ويرسل رسالة إلى دولة فينيسيا مع الرسول قائلا له: عندما تروي لهم هذه الأعمال السيئة، تكلم عني بصدق، ولا تقلل من الأمر، ولا تحمل لي ضغينة، حيث يجب أن تتكلم عني كمحبة بلا حكمة ولكن بشدة، عن شخص لم تستبد به الغيرة ولكن غرر به وتم إرباكه بشدة. وكذلك يقول للرسول: دع أعضاء مجلس شيوخ فينيسيا يعرفون أنه عندما يقوم تركي بإهانة مدينتهم، فإن عطيل سيمسك بحلقة ويضربه بقوة هكذا. وبهذا الكلام يطعن نفسه بخنجر ويقع سريعا على الفراش بجوار زوجته قائلا لها: لقد قبلتك قبل أن أقتلك. وهكذا يقبلها للمرة الأخيرة ويموت، ويلقي كاسيو مرسية عند قائد الجنرال الذي أحبه قائلا: لقد كان ذا قلب عظيم. وحيث أن كاسيو هو حاكم قبرص الجديد، فمن مهامه أن يعد الترتيبات لمعاقبة إياجو هذا الشرير الجهنمي. وهكذا تنتهي قصة عطيل.